هي الحقيقة الملتقى يعني فكرة رائعة، لأنها جمعت ما بين أكثر من اتجاه وأكثر من موضوع، ليس فقط موضوع التعليم والعلاقة بين الطالب والأستاذ أو العلاقة بين الجامعة والدارسين أو طلاب البحث، وإنما نشأت ما هي المشكلات التي يعاني منها التعليم بشكل عام. النقطة الثانية إنها إيه هي التحديات العالمية والمحلية التي يمكن إن إحنا ناخد بالنا منها علشان نستطيع إن إحنا ننافس في على مستوى العالم، إن إحنا نواجه هذه التحديات بشكل عام ونواجهها بشكل أساسي في مجال التعليم والبحث العلمي. النقطة الثالثة إن إحنا اتكلمنا على وظائف الجامعات بشكل أساسي في المرحلة المعاصرة. المرحلة المعاصرة بمعنى التغيرات اللي طرأت على العالم، وإنه في جديد بشكل أساسي، وإن التكنولوجيا والإعلام الجديد وكل الوسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه المسألة أدت إلى تغيرات يمكن إنها تؤثر على المضمون الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يجب أن نأخذه في اعتبارنا عندما نطور المناهج، عندما نحاول أن نبحث عن مقررات جديدة، عندما نبحث عن إنشاء جامعات أخرى، إنشاء مجالات جديدة في المجتمع بشكل أساسي. وبالتالي الموضوع كان أكثر من رائع، لأنه يعني قدم خبرات كثيرة جدا من أساتذة في الجيلين بشكل عام، الجيل السابق والجيل الحالي، فبالتالي أدى إلى توفير بيانات ومعلومات كثيرة جدا حول أفكار الجيل السابق والأفكار الجيل الحالي في التعليم مع التغيرات العالمية والمحلية بشكل أساسي. فبالتالي هذا الموضوع كان موضوعا رائعا الحقيقة من مصر اليوم إنها تعمل هذا الموضوع. يجب إن احنا نعترف إن الكليات النظرية هي كليات أساسية وليست درجة تانية، وإنما هي كليات تبحث عن بناء الإنسان بشكل عام. بناء الإنسان كما يقال عنه في العلوم إنه بناء رأس المال الاجتماعي، إن البشر هم الموارد الأساسية الذين هم هدف التنمية ووسيلتها بشكل عام. وبالتالي بدون هذه العلوم الإنسانية والاجتماعية لا يمكن أن يكون هناك فكر جديد يستطيع من خلاله البحث عن استراتيجيات معينة يمكن أن تؤدي إلى التطور حتى في مجال الطب في مجال الهندسة.